قافلة مساعدات تحمل مواد إغاثية وغذائية مقدمة من أهالي دير الزور إلى المتضررين من الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية. تسير القافلة الثانية من المساعدات الإنسانية من أهالينا في دير الزور إلى أهالينا وأخوتنا بحلب واللاذقية لنقل لهم أنه ألمنا واحد ومصابنا واحد. هذه القافلة تضم 8 شاحنات محملة بمواد إغاثية متنوعة من ضمنها سلال غذائية بالإضافة إلى سلال صحية وكذلك إسفنجات وبطانيات ووسائد وبعض الأدوية لهؤلاء المتضررين والمحتاجين، وإن شاء الله نكون دائما يد واحدة في الشعب السوري وفي سوريا بشكل كامل، ونتمنى أن تكون سوريا واحدة موحدة كما كانت وستكون أكثر إن شاء الله. هاي القافلة الثانية اللي تم إعدادها بالتنسيق مع محافظة دير الزور والمجتمع المحلي وغرفة التجارة وصناعة دير الزور والجمعيات الأهلية بدير الزور. اليوم هاي القافلة بعنوان نخوة أهلنا داوي ألمنا، إن شاء الله هاي الدعم مستمر لأهالينا، وإن شاء الله تكون ما هي خاتمة الدعم لأهل المتضررين. جمع تبرعات عن طريق هاي مدينة دير الزور بالاشتراك مع الجمعيات الأهلية بمحافظة دير الزور ليتم إرسال المواد الغذائية والسلل والفرش للأهالي المتضررين بالمحافظات المنكوبة. كان في دور كبير الحمد لله للمتطوعين وإدارة نادي الفتوى الاجتماعي من استلام المساعدات وتوظيفها وتغليفها وتحميلها وتنزيلها، إضافة لتقديم بشراء ألبسة جديدة، أحذية وألبسة، جوارب، طواقي. القافلة تأتي دعما للمتضررين في المحافظات المنكوبة وتأكيدا على وحدة أبناء الوطن. براهيم الظلي، الإخبارية السورية، دير الزور.